اليوم بمسيو جورمي، طبعا مسيو جورمي دائما بحب يسكرني، جايب لنا الكول. موضوعنا هو بروسيكو. بونجور ميشيل. بونجور غانيا، اهلا وسهلا فيك ميشيل فرنيني. عنا مجموعة أناني قدامنا، إنما الموضوع الأساسي هو بروسيكو. صحيح. شو البروسيكو؟ شو البروسيكو؟ صرنا سامر تايم، سامر تايم بنحب نكون على البحر، نشرب سم سباركلينج واين. من السباركلينج واين رح أفسر شوي شو هن السباركلينج واين، رح نحكي عن البروسيكو. نعم. وبما إنه أنت اليوم هون، عملت عرفت إنه أنت اليوم هون، فرحنا على something sparkling wine because بعرف إنه فشو هو البروسيكو؟ خلينا نفسر بكل شيء، انه بالواين في عنا عده كاتيجوريز. اول كاتيجوري هي الواين العادي اذا بدنا، ثاني كاتيجوري هي السباركلينج واين. فاموسو. بالواين العادي في عنا الابيض والروزي والاحمر، وفي عنا كمان بالسباركلينج واين عنا نفس الشيء، عنا ابيض احمر وروزي. نسبة للسباركلينج واين في عنا عده اوريجين، يعني معقولة السباركلينج واين المشهور أكثر شيء بالعالم هو الشامبان. أكيد، ويلي هو يمكن أرقى شيء إذا فينا نقول. صحيح. من هالفاموس. صحيح، بدون شك هو هاللي معروف أكثر شيء، هو الليفل تبعه أعلى شيء اليوم عالميا. نعم. وبيطلع بمنطقة معينة اللي هي منطقة الشامبان، وفي هي AOC بيسموها، معناتها في كنترول عليها نسبة للأوريجين وكل شيء. وكمان في غير بلاد، وبفرنسا كمان في غير فاموسو، بس كمان في غير بلاد كمان بتطلع فاموسو، ومن بيناتهم في عنا البروسيكو. هيك كلمتين عن البروسيكو. البروسيكو بيطلع مينلي من سيباج من عنبه اسمها جليرا. هذه العنبه موجوده تقريبا من 2000 سنه، وصار لنا تقريبا 500 سنه منحكي عن البروسيكو. يعني اول تراس من لقيها بالليتراتور عن البروسيكو هي تقريبا من 500 سنه، معناتها منه شيء جديد، حتى اذا نحن ما بنعرفه كثير، بنعرف اكثر بكثير الشامبان، ولكن الشامبان فعلا اجى بعد البروسيكو. انما البروسيكو بالنسبه للشامبان كيف يعني، وين المستوى تبعه؟ صحيح. خلينا نقول انه في قبل كل شيء في البوبولاريتي، كبوبولاريتي اليوم البروسيكو ايطاليا بتصنع سباركلينج واين اكثر من فرنسا، والبروسيكو لوحده الكوانتيتي اوف بروسيكو اذا نحكي ككوانتيتي هي تقريبا نفس الكوانتيتي تبع الشامبان. بس الترند تبع البروسيكو هو طالع، معناتها السنه الماضيه تصنعوا تقريبا 350 مليون انينه بروسيكو. الشامبان فوقه بتقريبا 50 مليون. الشامبان هو ستيبل، بروسيكو عم بيطلع. بروسيكو هو كمان از ذا ايطاليان ستايل، اتس فريش. ليه عم بيطلع هلا؟ عم بيطلع لان الكواليتي كثير عاليه، عم تتحسن. It's trendy. كمان المومنت تبع إيطاليا بالأكل بالشرب بكل شيء it's really trendy. فالبروسيكو عم بيطلع. الشامبان is stable. هيدا ككوانتيتي. وبهالترند هيدا من هلأ لل 2016 مبدئيا ككوانتيتي بيطلعوا أكثر أناني بروسيكو من أناني شامبان. معناتها this is the trend. هيك متوقعين طبعا. جبت لنا فيديو معك اكيد لحتى نفهم اكثر. رح نطلع على فيديو اللي هيك بيعطينا فكره مش عن البروسيس، بس بيعطينا فكره عن قد ايه بروسيكو از فريش. سو البروسيكو بيطلع بمنطقه بايطاليا اللي هي بشمال شرق ايطاليا، يعني بالفينيتو والفريولي فينيتسيا جوليا. بالفينيتو بيطلع 80%، بالفريولي فينيتسيا جوليا بيطلع 20% من التوتال برودكشن. مثل ما قلنا اتس اكستريملي تريندي، بنشرب موضه حاليا، كثير كثير موضه، وفي اكسبورت كثير كبير عليه على اليو اس اي، على امريكا، وهلا كمان حتى على روسيا. في ميوزيوم، في متحف كثير مهم بسان بيترسبورغ، حطوا كاوفيشال سباركلينج واين على نيكست 5 ييرز. وهيك بس لنعطي كان فكرة، أول طلبية كانت 500,000 أنينة بروسيكو. فالفكرة it's fresh. هون أكثر من البروسيس أكيد عم نشوف، رح هيك نشوف شوي، عم نشوف طريقة فنية للتصوير هون على كل حال يعني. صحيح، طريقة فنية، لأن هيدي الصورة تبع البروسيكو، معناتها منه ما عنده السنوبيزم، ما عنده هالإليتيزم اللي موجودة بالشامبان، ولكن كثير كثير هين بالطبيعة. عم نشوف هون العنبة اللي هي عنبة الجليرا اللي بتعطي مثل ما قلنا عدة، اما 100% من السيباج، اما المينيموم اللي بيطلبوا الديوسي هي 85%.
وفي اكيد بما انه هي مشان يكون اسمها بروسيكو لازم يكون في في كنترول في 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 الراندمون تبعه اللي كمان بتحددوا الابيلاسيون يعني بيقدر تطلع كميه معينه ومش اكثر باي اكثر اوكي وهذا بيخلي انه بالاخير بيكون عندنا هالانينه هلا شو الفرق بينه وبين بين الشامباني خلينا هيك اذا بدنا اذا الريفرنس تبعنا اذا البنش مارك هو الشامباني شو هي البروسيكو هو هيدا السؤال الاول اللي بيبادر على ذهننا الصراحه صحيح يعني في عده اسئله اللي هي شو الفرق بين البروسيكو والشامباني طالما اثنين عندهم انينه شوي اسمك شوي اتقل الاثنين عندهم فلينه بتنط فيها غاز بزيد الطريقه صحيح. عم تنشرب يعني كمان صحيح فشو هو البروسيس قبل كل شيء البروسيس هو انه منشان البروسيكو في عندنا ثلاث انواع بروسيكو في عندنا البروسيكو سبومانتي معناتها التكنيكال تيرم تبع الايطاليين من شان الشامباني في عندنا البروسيكو فريتسانتي يعني موسو في عندنا البروسيكو العادي ما عنده بابل الفريتسانتي معناتها الموسو ما عنده كتير بابل وما عنده كتير ضغط جوا اللي نحن بنعرفه اكثر شيء وبنشربه اكثر شيء هو البروسيكو الشامباني السبومانتي اذا بدنا فهذا اللي بنشربه اكثر شيء وبالطعمه شو بيفرق اوكي العادي هو از نورمال واين از بلين واين اصلا مش موجود كثير بالسوق الموسو عاده فلينته بتكون مربوطه مش بحديده مثل ما هلا رح نشوف مثل عاده نعرف انه مربوطين الشامباني مربوطه بخيط لأن أصلاً الضغط مش كتير قوي فالخيط بيأدي وهذا كمان مش موجود كتير بالسوق وهاللي موجود أكتر شيء هو البروسيكو سبومانتي هيدا البريسيون جويته هي قريبة للبريسيون تبع الشامباني بس كيف بتصير البريسيون؟ ليه فيها الضغط؟ فموسو طعمته شوي على حلو أكتر صحيح أصلاً في عنا عدة كاتيجوريز هون كمان في عنا البروت في عنا الإكسترا دراي في عنا الدراي في عنا الدومي سيك كمان نحن هون لما نشوف أنينة تكون شامبانيا ما تكون بروسيكو ما بنعرف شو بيعنو عادة هيدا بيعطي إنديكيشن على الكوانتيتي أو شوغر الموجودة بالأنينة بس ليه فيها شوغر لكن لقطة أنا اليوم صحيح بس مش بس اليوم دائما تلقطيها خاصة بهالموضوع we know that فاليوم نسبة للبروسيكو في عنا هالكاتيجوريز هدول مثل بالشامباني ليه رح نحكي هيك بطريقة سريعة عن البروسيس منشان نعمل بروسيكو اما منشان نعمل حيلا سباركلينج واين قبل كل شيء بنبلش نعمل الواين معناتها بناخذ العنبيت نقطفهم بالبروسيكو بينقطفوا على الايد مش بمكانات لان اوقات في مكانات بياخذوا كل شيء بعد ما قطفناهم بينعصروا هون بيصير في فيرمنتاسيون الفيرمنتاسيون عادة بتصير 20 ل 30 يوم هون بيصير عندنا مبيد فلما بعدين نشرب البروسيكو كمبيد عادي هون بيكون هيدا المبيد بس عادة بيصير شيء ثاني بنزيد بالبروسيكو بنزيد له لوفور بنزيد له سكر خميرة وشوية سكر شو بيصير؟ بيصير السكر اللي بالأول خسرناهم بالعنب لما صار مبيد نرجع بنزيد له اياهم معناتها هالمبيد لما بنزيد له سكر في ترانسفورميشن من السكر انتو الكول مع سي او 2 هاللي بيطلع يعني هذه هي ترانسفورميشن هون بيصير في البابلز من جهه وبيصير في الضغط من جهه ثانيه معناتها انا بيكون عندي مبيد بحطه بريزرفوار اما وقت بالانينه بزيد لهم الخميرة السكر والليكور هون ترجع بتصير في رياكسيون جديدة هالسكر بيصير الكول لما بيصير الكول بيطلع الغاز السي او 2 اللي بيعطي ومن شان هيك اكثر شيء او اكثر نوع الكول عنده افي على الانسان انه دغري اكيد اكيد هلا هون نحن ما بنحسه اوقات لان في شويه سكر اكثر يمكن نشربه بسهوله اكثر ولكن فعلا كالكول ككحول تقريبا نفس الدغري من الكحول العادي هو معروف لان السكر بيزيد المفعول وايضا البوبلز بيزيدوا المفعول فهون اجتمعوا يمكن العنصرين وصار المفعول صحيح هون نحن بنشرب بيكون في الاثنين هو طيب ما بدنا نشربه بسهوله بس فعلا الكحول موجود هلا هيدا هو البروسيس هالبروسيس هين هون في عندنا بروسيكو عادي في البروسيكو اوقات في دي او سي دي اوريجين كونترولي وفي الدي او سي جي
d'origine contrôlée et garantie, d'origine contrôlée et garantita, اللي بيكون في عليه كنترول أكثر. ال DOCG هو دي كونيليانو وفال دوبيادنة عدة. فلما نشتري بروسيكو لازم كمان نعرف هل هو بروسيكو عادي، هل هو بروسيكو DOC أما بروسيكو DOCG. نحن هون عندنا بروسيكو DOCG طبيعي. طبيعي احسن واجود الانواع فيكم. معودنا عليها ميشيل صحيح. فهون نسبه للانينه كيف بنفتح الانينه عاده في عندها في عندها هون الالومنيوم اذا بدنا حلو انه نحن نفتح نفتح فوق ما ما ما, ما نفتح يعني بنخليها لان هي بالاخير الانينه حلوه فمنيمها الالومنيوم من اللي فوق بس اللي عاده مكتوب عليها شيء اوكي من ايما. المهم انه من هلا ورايح نخلي اصبعنا على البوشون على الفلينه. هون في عندنا الحديده اوكي هون بنبرمها عاده اذا نقدر نلاحظ بنبرمها 6 مرات لان مبرومه 6 مرات اوكي بنخلي اصبعنا لان في ضغط. هلا هون في اوقات في سؤال هل انا لازم افتحها هي واقفه ما هي انكليني عاده اذا هي واقفه بهروها او لا؟ لا مفروض نسمع الصوت بس مش كثير مش مفروض نطرطش شوي مكان. المهم انه نخلي اصبعنا على الفلينه. المهم كمان اذا نحن اذا عندنا اياها واقفه كل الضغط بيكون هون. اذا بتجي انكليني على 45 درجه بيكون الضغط اخف لان بيكون بيجي كمان على الانينه. لكن يمكن افضل تكون انكليني بدها تكون انكليني عاده اوقات اكثريه الاوقات نبرم الفلينه يعني عاده لازم نعمل العكس لازم نمسك الفلينه نبرم الانينه بهالطريقه بتطلع بسهوله ونعمل لنا الباك بس ما كثير. هلا بنحس انه دائما وي هاف تو سيلبريت لازم نحكي بس نسمع لازم ما هيك ايمن بس نسمع طاقه الفلينه فمنحس في احتفال بالاجواء. ميري كريسماس هابي بيرثدي هابي بيرثدي مبروك مبروك بس لازم بس حلو كمان نحتفل كل يوم مزبوط ما هيك yes. بعدنا عم نحكي بالموضوع كنا من على بكره. فهون اول طريقه مشان نمسكها هي من تحت هيك عاده بنخلي الليبل تبين للجست نقدر نحط الايد تحت الكبايه كمان بتكون انكليني مشان ما يروح الغاز منها اند ذن وي سيرف ونحن رح نحتفل هلا exactly. تحت الهواء انا وياك ورح اقول لهم انا تشيرز للمشاهدين وثانك يو لك ميشيل بريك.